السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم؟ من فضل الله عز وجل للبيع 10 ازواج، 10 ازواج كوكتيل للبيع باذن الله عز وجل. ربنا يبارك يا رب ويكون فتحة خير علينا وعليكم، وموسم سعيد علينا وعليكم باذن الله. في حاجة في الفيديو دوت، في رسالة عاوز اوصلها لشخصيات معينة بعينها. انا اسمي نادر خميس، مش اسمي الساحر العظيم، مش المارد. مش معنى ان انا ابيع لك عصفور واقول لك ان العصفور دوت كبير جاهز للشغل، ان المفروض لما يجي لك بعد اسبوع، شوف زوري تعبني من مش المفروض بعد ما ابيع لحضرتك عصفور بعد اسبوع لازم الزوج دوت يكون شغال؟ مش لو اتاخر شهر يبقى كده العصفور دوت مضروب ومش اصلي. كل اللي بعمله انا كهاوي ان انا براعي في العصفور بتاعي حاجتين مهمين: ان انا اسلمك عصفور صحته تكون ممتازة A1، والحاجة التانية ان العصفور يكون جسمه وصحته العامة خالية من اي عيوب ظهرية عليه. على سبيل المثال ده كده عصفور جبته هنا كده، بصوا العصفور الديل بتاعه واصل لفين؟ واصل للارضية ومعدي اهو، بصوا كده باين لكم كده الديل اهوت نازل لتحت، يعني العصفور متخطي حجم 35 سنتي. انا بالنسبة لي بقى كهاوي حد بيربي براعي كذا حاجة وقت التربية. وانت كمان كهاوي لو انت بتفكر على الاحترافية وعاوز تعمل حاجة كويسة يبقى لازم تاخد بالك من الحاجات دي. رقم واحد في المقام الاول التغذية، وزائد التغذية الطير اللي انت بتربيه جاي من سلالة مميزة، مش مجرد عصفور جبته من السوق واكلته حبة اكل كده فلارس على بالكم. في حاجة كنت بقولها في التليفون لصديق كان بيكلمني امبارح لما بعنا الازواج اللي كانت موجودة الكبيرة الشغالة اللي معها زغاليل. الطير تغذيته كل هاوي بيغذي بفكر او بطريقة معينة. في هاوي بصحيح نسيت اقول لكم اشتركوا في القناة، اللي لسه اول مرة اشوف القناة يديني لايك الجميل على الفيديو ويشترك، عشان في عندنا نسبة كبيرة جدا من الناس اللي بيشوفنا مش مشتركين، في اكتر من 120 الف واحد مش مشتركين في القناة، فلو الناس لو اشتركت كان زمان عديت 400 الف مشترك دلوقتي. يلا نكمل كلامنا. في حاجة في هاوي رقم واحد يقول لك ايه؟ هاكل العصفور بتاعي بلقم وفلارس وبس، ويوم الجمعه كده ممكن ابقى اديله شويه برسيم ولا اديله شويه جرجير ولا كده. في هاوي رقم اتنين يقول لك ايه؟ انا هاكل العصفور فلارس وبلقم واحط له بيض وغله وفواكه وخضروات. وفي هاوي تالت بيعمل حاجه بقى كده جميله قوي، فلارس وبيض وغله وفواكه وخضروات ومنتج تاني كده هفرجكم عليه دلوقتي. لحظة واحدة، المنتج ده انا جبته، العبوة الصغيرة اللي قدام حضراتكم ديت اللي مكتوب عليها 100 جرام، العبوة ديت ب 750 جنيه، هي سعرها اصلا 750 جنيه ده الشحن. لما يكون واحد زي حالاتي بيأكل حاجة زي كده ويجيب منتج زي دوت كده غالي جدا ويشتغل عليه، ده المنتج ده علشان مكمل غذائي في نسبة بروتين 80% من قيمة المنتج ده، يعني في بروتين اكتر من البيض، اكتر من البروتين اللي موجود في البيض، تمام؟ طيب لما اكون بدي حاجه زي كده منتج زي ده، هل الهاوي رقم واحد يبيع طيوره زي الهاوي رقم اتنين زي الهاوي رقم تلاته؟ هل لما اكون بدور دايما على اغلى المنتجات اللي اكلها للطيور بتاعتي كل الناس بتتساوب بعضها؟ طيب سؤال، هل لما ادي لك عصفور ويقعد عندك اسبوع ولا اسبوعين صحته كويسه مفيش اي حاجه فيه ويفضل بعد كده يشتغل وينتج عندك بعد فتره، واول اسبوعين جه عندك العصفور زي الفل مفيش في حاجه، زي لما بتجيب من الاسواق او بتجيب من سين او من صاد عصفور وتيجي بعد يوم تاني يوم على طول لسه بتحطه في القفص تبص تلاقي عنده اسهالات وجناحاته مهدله زي اللي كان بيكلمني النهارده، مش عاوز بس اقول اسامي عشان ما حدش يقول لي ايه انت بتفضحني وكده. صديق كده غالي كان مكلمني، وده اللي انا كنت عامل الفيديو اللي فات في اول الفيديو كان عشانه، كان طالب مني جوز عصافير كوكتيل البينو، وانا قلت له ربنا يكرم يومين كده ويجهز ان شاء الله حاجات، وبعدين ما استحملش ان هو يستنى اليومين دول وقام شاري من واحد، قام مديله فرده جناحها بني وفرده ثانيه او يعني فرده كده وفرده تعبان عنده مرض معوي. لما راح البيت اكتشف ان الطيور تعبانه بيكلمه ثاني يوم قال له مفيش مشكله لو انت عاوز تجيب الطير هاته، بس الطير جميل وزي الفل. فانا قلت له خلاص، فلما يكلمني بيقول ده انا كلمته امبارح وقال لي كذا كذا كذا، معلش انا عارف ان انا استعجلت واشتريت بسرعه وبتاع، قلت له عامه مش اي مشكله اديهم علاج كذا 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 واعمل كذا 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 وارجع للراجل، لو هو قال لك ان فعلا انك ممكن ترجعه يا ريت ترجعه له احسن لو في امكانيه للترجيع على كلامه يعني. ف
كلمه تاني قال له الوضع كذا 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 والطير ما خفش وبتاع، قال له ماليش دعوه انا بعت وخلاص وماليش دعوه بالطير. ففي حاجات انت بتلبس فيها كهاوي مبتدئ ما انتش فاهمها، بلاش تجري ورا السعر القليل وبس، ولازم تبقى عارف الطير بياكل ايه، مش مجرد انك ايه ده الله سعر جميل سعر قليل انا كده ناصح انا كده اشطر من فلان عشان جبت بسعر اقل منه. لا، ما هياش شطاره، الشطاره انك تجيب عصفور يكون كويس ومميز. يلا بقى نبدا بينا كده كالعاده، هفرجكم بقى المره دي على عينات عشوائيه عشان طبعا مش هنقعد نمسك بقى عصفور عصفور من المجموعه الكبيره دي ونضيع وقت كبير عليكم. نمسك انهي واحد؟ حادي بادي سيدو محمد البغدادي. تعال نجيب مين؟ تعال نجيب اللي جوه ده مثلا قدام ايديا اهوت جنب ايدي. عصفور اهوت من غير ما ابص ومن غير ما اعمل مونتاج بوريكم المجمع بتاعه على طول اهوت، ابيض نظيف بفته الضوافر كامله. خدوا بالكم ما تدوروش على السعر القليل وخلاص، واعرف ان العصفور اللي جواه ايه. انت شايف الريش جميل اهو، طب العصفور بقى كان بياكل ايه؟ ما تدورش على الفلوس وبس. يعني ركزوا في الحاجات دي، لان ناس كتير جدا بتقعد تشتري طير وتقعد بعد كده تلاقي مشاكل، ده العصفور بيملح من الزغاليل، ده العصفور مش عارف ايه، ده ما بياكلش عياله، ده صحته ضعيفه، ده الذكر هزيل، ده ما بيتجوزش الانثى، ده الضوافر بتاعته كلها طلعت مقطمه. طب ما الحاجات دي انت استعجلت ليه واشتريت؟ انت فين وقت الشراء؟ ليه الاستعجال؟ تعال نجيب مثلا ايه؟ تعال نجيب الاخ اللي فوق ده اللي فيه علامه هنا. طب تعالى ده ايه اصغر شويه في الحجم. اللي عاوز يضربني ده، ده انت عنيف. بصوا الاصغر في الحجم عنيف، ما هواش ضعيف، ما هواش هزيل. يعني عندي فرد حجمه مليان وحرد، حتى الحجم القليل عصفور صحته كويسه. في حاجه كمان عاوز اقول لكم عليها، مفيش حاجه اسمها عصفور بالضمان، مفيش حاجه اسمها ايه ده انا خدت العصفور وبعد شهرين ما اشتغلش فانا هرجعه. الطيور ديت رزق والانتاج اللي بيطلع منها رزق، ما ينفعش تقول ده انا الطير طالما ما انتجش يبقى انا مضحك عليا. طب انت ايش عرفك السبب؟ مش ممكن انت اللي تكون غلطان؟ مش ممكن انت اللي تكون حاطهم في قفص مش كويس؟ القفص مش نظيف، او القفص عمال بيتهز، او عندك غربان عماله بتعمل صوت فزع الطير، او عندك طفل صغير عمال بيقعد يدربك ويعمل مشاكل في المكان فعامل دوشه فالطير مش حاسس بالامان. حاطط الطير بتاعك في الانتريه او في الارج او في طرقة البيت في المدخل وفي ناس راحة جاية قدام الطير، الطير هينتج ازاي؟ ممكن حضرتك تكون بتغذي اصلا الطير غلط وما بتاكلوش كويس وما بتدلوش الغذاء اللي العصفور عاوزه. الموضوع عبارة عن منظومة كاملة، مش مجرد عصفور جبته ورميته في القفص هوب انتج وخلاص على كده. مفيش حاجة اسمها كده في الانتاج، مفيش حاجة اسمها ده انا واخد الطير بالضمان، مفيش حاجة ده اسمها ده انا خدت الطير من عند هاوي مميز فخلاص بقى معلش طالما انت معروف يبقى انت المفروض ترجع له الطير. انا الطير اللي ببيعه يا جماعه ما برجعوش. استنوا بس كده اسكتوا. العصفور بتغطرس على الكلمه دي والكلمه دي مهمه، لا هقولها هقولها هقول برضه. الطير اسكت. لا هقول والله لا هقول. الطير اللي ببيعه مش برجعه، لان طالما اديتك الطير زي كده بقول لك بص المجمع بتاعه نضيف ازاي، بص الضوافر جميله ازاي، بص الكوتيمونس بتاع بقه حلو ازاي جميل، طالما عملت الحاجات ديت انا مش عليا عيب. اللي جوه الطير ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، وانا مش هقدر اعدل لك الرزق بتاعك. كل اللي هقدر اعمله ان انا ادي لك عصفور يكون مستف صحته كويسه زي كده، جناحاته اهو اي طير بجيبه لكم بوريكم الجناح بتاعه كامل، مش مخرم مش مقفع، مش جناحه مش مكسور، ما هواش متهدل. كده اللي انا عليا عملته. اكتر من كده مش هعرف اعمل. تمام اهو افرض يا عم الجناح اهو، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. حاجه طول وصحه وحجم، دي الحاجه اللي اقدر اضمنها لكم، ودي الحاجه اللي انا بعملها مع الطيور. اكتر من كده مش هقدر اعمل مع عصفور. بس الريش مستف، الصحه تمام، عداني العيب، انا كده براءه. اتمنى تكونوا استمتعتم بالفيديو، الحاجات الجميله دي كلها ان شاء الله معانا للبيع. اللي عاوز يشتري اي حاجه يشرفني بالاتصال، تحت امركم. اسيبكم على خير، نتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم.